ساعه من اول الحلقه تمام. حتى على المستوى العام يعني انت ممكن تنتقد انسان او ممكن يبقى تقييمك لانسان زي ما انت عايز او زي ما انت شايف مفيش مشكله فيها خالص، لكن احنا عندنا يعني قناعات. انا يعني انا كسيد عندي قناعات مش عايز اغيرها وانا شايف انها صح. مفيش حد هيقعد في النادي الاهلي غير اللي حابب يقعد في النادي الاهلي، محدش هيقعد في النادي الاهلي غير اللي حابب يقعد في النادي الاهلي. انت مش هتجري ورا حد، دي قناعات انا الشخصيه يعني مع احترامي الكامل لاي نجم ولا اي حد بيمشي ولا اي حد بيقعد. انت هتطلع تقول بص بتطلع تقول ما حافظتوش على فلان وفي اخر الدوري تقول مبروك للاهلي. طيب انا صح؟ يبقى الاهلي صح؟ انا بقالي خمس السنه الخامسه، دي السنه الخامسه، مهما طلع من الفرق واحد ولا اثنين ولا ثلاثه انت اللي تاخد الدوري. يعني 2016 مع مارت ليون ان شاء الله وباذن الله يعني يتحقق الامر بالشكل اللي احنا عايزينه. لكن اوصل لحاجه يا كابتن عدنان. ريال مدريد نفسه، ريال مدريد اللي عنده قوه شرائيه غاليه جدا او عاليه جدا، لما حب رونالدو ان هو يمشي مشي. صحيح. ميسي بجلاله قدره اللي ما فيش حد في العالم هيعمل اللي عمله ميسي لو عنده رغبه ان هو هيمشي برشلونه هتسيبه. طيب. الحياه كده. المشكله عندك يعني ازاي غصب عنه يعني. صحيح. ازاي تعوض واحد مش حابب يقعد معاك؟ خلاص انت حضرتك بتعوضه ببطوله ولا بتعوضه بمنتج بطوله؟ بتعوضه ببطوله الدوري اللي هي الاهم وابطال افريقيا، خلاص يبقى انت مفيش مشكله والناس